سلام 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 عليكم، معكم موسى الحلو، واليوم قصة جديدة من مصر. هاي القصة من قصص المتابعين الواقعية، ومشان يكون السرد واقعي أكتر راح أتكلم أنا بالقصة على أساس أنه أنا الشخص يلي حصلت معه القصة، وراح أسمي نفسي علي. وقبل ما يبلش علي بسرد القصة، ماي فريند عزيزي المتابع، إذا كان عندك أي قصة بغض النظر عن قصتك بعتها على حسابي الإنستغرام، أو ممكن تتصل فيني وتحكي لي إياها أو تبعتها كأصوات. حاليا راح يروح موسى ويجيكم. مرحبا، اسمي علي، مصري، عمري 20 سنة، من مدينة الأقصر. مدينتي تعتبر وجهة للسياح كونه فيها آثار مصرية قديمة، قبور ملوك الفراعنة مثل حتشبسوت وغيرها. بس الأقصر هي مو بس وجهة للسياح، هي وجهة للمنقبين عن الآثار، لأنه هي مدينة أثرية. وكان لي تجربة مع الموضوع. واحدة من المرات قررت أطلع مع عمي لننقب عن الآثار. مع العلم هذا شيء غير قانوني بمصر، بس أنا شاب بحب المغامرة، وبنية جسمي العضلية كانت بتساعدني إني أشتغل بموضوع التنقيب عن الآثار. لهيك ما كان عندي أي مشكلة إني أشتغل بعمليات الحفر والتنقيب. التنقيب عن الآثار بالأقصر معقد جدا وفيه خطر على حياتك، وعمليات التنقيب بتكون عن طريق كذا شخص. مثلا الشخص الاول بيكون الشيخ يلي بيحدد مكان التنقيب عن طريق طقوس معينة بيساويها ليعرف مكان المقابر الفرعونية يلي موجود فيها الاثار. الشخص الثاني هو السمسار يلي بيبيع الذهب والاثار برا البلد. والشخص الثالث واللي هو عمي، هذا الشخص كان مسؤول عن العمال يلي بيجيبهم مشان يساهموا بعملية الحفر. فهو عرض علي الموضوع انه في عملية تنقيب راح يساويها، ولو كنت بحب أشارك معاه. وافقت ورحت معاه على عملية الحفر يلي كانوا مخططين له. وبالفعل لما رحت كان الكل موجود بموقع الحفر واستنوا لحد ما يوصل الشيخ ويعطي الإشارة انه ممكن نبلش بعملية الحفر. بدأنا بالعملية، كنا تقريبا حوالي 5 شباب زائد الأشخاص اللي عم يراقبوا عملية الحفر يلي هن الشيخ وعمي والسمسار. بعد ما وصلنا بالحفر لمناطق غميئة بدأنا نتناوب مشان ما نتعب. وبهاي المرحلة بما انه صرنا قريبين من المقبرة، أعطانا الشيخ وعمي والشخص الثالث ملاحظة ونبهونا أنه بحاله نحن عم نحفر طلع حجر كبير أو صادفنا أي شيء غريب نوقف الحفر مباشرة ونعطيهم خبر بهذا الشيء، وإلا رح يكون في خطر علينا وعلى المقبرة نفسها. وعلى حسب كلام الشيخ أنه في حراس لمقابر الفراعنة من الجن والعفاريت، هدول مهمتهم بس يحرسوا المقبرة، ولازم ننتبه لهذا الموضوع لأنه موضوع خطر. أوه. هون أنا كموسى ما عندي فكرة عن الموضوع لو كان في بالفعل حدا بيحرس المقابر، بس كان في كلام إنه بعض المقابر الفرعونية في عليها لعنات، وفي أشخاص من المنقبين الأجانب صار معهم شغلات غريبة بعد ما طلعوا الآثار من المقابر الفرعونية. راح أرجع أترككم مع علي. سلام. رجعت لكم مرة تانية. صحيح إنه هن نبهونا إنه نوقف الحفر بحال صادفتنا هاي القصة، بس أنا كنت كتير متحمس وأنا عم بحفر بالفعل ضربت شيء كان غريب. واحدة من الضربات فتحت معاي طاقة على الجنب اليمين، يعني فتحة على الجنب. من المفاجأة ما طلعت لخبرهم فوق انه انفتحت هاي الطاقة بقلب الحفرة، لا، حبيت اني اتأكد من الموضوع بنفسي ومديت ايدي داخل هاي الحفرة لحتى اشوف لو كانت هاي المقبرة عن جد ولا هي بس حفرة بالتراب. بدأت اتحسس يمين ويسار بهاي الطاقة لحد ما وصلت ايدي على شيء كان بيشبه جرة المي الفخار، وبداخل هاي الفتحة كان كتير الهواء بارد. هون اتأكدت انه نحن وصلنا للمقبرة الفرعونية، بس ما كنت عارف اللي راح يحصل بعده. فطلعت بعده بسرعة لعند عمي لحتى خبره بيني وبينه انه نحن وصلنا للمقبرة وانه انا اللي لقيته للحفرة، ونزلت معاه لحتى فرجيه. فلما وصلنا لتحت على مكان الطاقة ما كان في اي شيء، اختفى كل شيء، ما كان في طاقة ولا كان في اثر لاي حفرة. فجأة اختفت ومكانها صار فيه تراب مسكر ولا كأنه محفور. فانصدمت كتير وبلشت احلف لعمي انه الطاقة كانت موجودة قبل دقيقة، بس هو ما كان عم يصدقني. واجوا البقية على الصوت ومعاهم كان الشيخ، وبلش الشيخ يصرخ فيني ويقول لي ليش ما خبرتنا من الاول، ليش تحسست الطاقة قبل ما تعطينا خبر، هذا كان غلطك. وبدأ حتى عمي والشخص الثالث كمان يصرخوا علي، وانا ما كنت فاهم الموضوع ابدا لانه كانوا عم يصرخوا علي انه انا ما اعطيتهم خبر وتحسست الطاقة لحالي، بس ليش كانوا عم يصرخوا علي اذا هن من الاساس ما كانوا مصدقيني؟ هذا الشيء الغريب بالموضوع. وفوق كل هاد الشيخ قال لي بوقتها انه انت تلعنت وتحمل مسؤولية تصرفاتك. وهون وقفوا عملية الحفر ورحنا كل واحد على بيته. وهون انا بصراحة بدت تظهر علي علامات المرض وخفت كتير من الموضوع. وفوق كل هاد عرف والدي بالموضوع وبدأ يهزئني انا وعمي مع اني كنت كتير تعبان بوقتها. بعد بيوم بيتصل فيني الشيخ وبيقول لي انه انا رح اشيل عنك اللعنة، بس لازم تعطيني مبلغ مصاري، نسيت كم كان المبلغ، بس خبرني انه بهذا المبلغ لازم يشتري فيه بخور وادوات ممكن يشيل فيهم عني اللعنة. هون حسيت انه هذا الشيخ نصاب وبده يعوض خسارته بالمقبرة
لانه ينصب علي. بس الحمد لله بعدها بدات اتحسن شوي شوي، وبعد تقريبا اسبوع راحت كل علامات المرض من عندي وصرت احسن بكتير. انا علي وهي كانت قصتي، لو عندك تفسير لها اكتب لي بالتعليقات. ماي فريند، هاي كانت قصة علي، ان شاء الله تكون حبيتها. لو عندك قصة ارسل لي على الانستغرام، حط اعجاب وشارك القصة، ولا تنسى تشترك بالقناة. شوفكم الاحد الجاي الساعة 7. امتى؟ الساعة 7. سلام.